كلنا بنسمع عن جملة لعله خير، بس عمرك فكرت ايه حكاية الجملة دي وايه قصتها بالظبط؟ اهلا بكم، النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن احلى قصتين قرأتهم في حياتي. القصة الاولانية هتكون قصة لعله خير، والقصة التانية هي قصة القلادة. وانا شخصيا مؤمن بالعبر اللي في القصتين دول. بس قبل ما ابدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ على بركة الله. يحكى أن كان هناك ملك قويا يحكم مدينة كبيرة، وكان عند الملك وزيرا يتمتع بحكمة كبيرة ويثق بأن كل ما يقدمه الله للإنسان خير. وفي يوم من الأيام خرج الملك ووزيره لصيد الحيوانات، وكلما تمكن الملك من إصابة شيء قال له وزيره لعله خير. وأثناء الصيد وقع الملك في حفرة عميقة، فنظر إليه الوزير وقال له لعله خير، ونزف من يد الملك دم كتير. فذهب إلى الطبيب الذي أمر بقطع الأصبع التي كانت تنزف حتى لا يتضرر باقي الجسم. حزن الملك حزنا شديدا ورفض تنفيذ أوامر الطبيب، ولكن أصبع الملك لا تتوقف عن النزيف، مما اضطر إلى قطع أصبعه. وأثناء ألم الملك بسبب قطع أصبعه نظر إليه وزيره وقال له لعله خير. فنظر الملك إلى الوزير وسأله وما الخير إذن في قطع إصبعي؟ وغضب الملك بشدة من الوزير وأمر حراسه بالقبض على الوزير وأن يتم حبسه. فنظر الوزير إلى الملك وقال له لعله خير، وأخذ الجنود الوزير ووضعوه في السجن. وقضى الوزير فترة طويلة داخل محبسه. وفي يوم من الأيام خرج الملك للصيد ومعه حراسه، ولكن هذه المرة كانت بدون الوزير. وأثناء الصيد وقع الملك في يد جماعة من الأشخاص اللي بيعبدوا الأوثان، وأخذوا الملك أسيرا وأرادوا أن يقدموه قربانا للآلهة اللي بيعبدوها. ولما عرضوا الملك على قائدهم لكي يقدموا قربانا للإله وجدوا إصبعه مقطوعا، فأمر بتركه وإعادته من حيث أتى، وده طبعا لأن القربان يجب أن يكون صحيحا ومعافى وبغير علة. ثم عاد الملك إلى القصر مسرورا لأنه نجا من الموت بعجوبة. وهنا تذكر الملك الوزير فابتسم وأمر الحراس بأن يفرجوا عن الوزير ويحضروه إلى الملك. ولما أتوا به إلى الملك قال له الملك أتتذكر يا وزير عندما كنت أقطع إصبعي وأنت قلت لي لعله خير؟ رد عليه الوزير وقال نعم يا سيد الملك أتذكر. فقال الملك حقا كان خيرا. وحكى الملك قصته للوزير وقال له لولا إصبعي المقطوع لكنت في تعداد الموتى. ولكن الملك توقف عن الكلام فجأة وقال يا أيها الوزير أريد أن أسألك سؤالا. فقال له الوزير تفضل أيها الملك. قال له عندما قطع إصبعي أنت قلت لي لعله خير، فلماذا عندما أمرت بحبسك قلت لعله خير؟ فأجاب الوزير بأنه لو لم يتم حبسه لكنت اصطحبتني معك في رحلة الصيد كما تفعل في كل مرة، ولو كنت معك في هذه الليلة وبما أنني سليم ومعافى كنت أنا الذي سيتم تقديمي قربانا للآلهة بدلا منك. وأخبره الوزير أن الله عندما يأخذ من الإنسان شيئا فإنما يكون ليمتحنه الله ولخيرا يجهله العبد. ففرح الملك كثيرا وقال لعله خير. والقصة دي يا شباب فيها عبرة مهمة جدا، وهو دايما عند حدوث المصائب فقل دائما لعله خير. رددوا معي لعله خير. أما عن تاني قصة معايا فهي تعتبر قصة قصيرة ومأخوذة من الأدب الفرنسي، كتبها كاتب فرنسي سنة 1884. والقصة بتتألف من ثلاث أشخاص، الشخصية الأولى وهي ماتيلدا ودي الفتاة الناقمة على حالتها، والشخصية الثانية هو زوجها الموظف الغلبان، أما الشخصية الثالثة فهي فورستير صديقة ماتيلدا. وبتحكي القصة عن السيدة ماتيلدا التي دوما تتخيل نفسها بأنها فتاة أرستقراطية بالرغم من أنها ولدت في عائلة من الطبقة المتوسطة، وتزوجت من موظف حكومي منخفض الأجر اسمه لويسيل. كان دايما بيحاول يبذل كل طاقته ليجعل زوجته سعيدة، ولكن لم يكن لديه ما يقدمه لها. وفي مرة من المرات تم دعوته لحضور حفلة لأحد الشخصيات الهامة، ولكن ماتيلدا زوجته رفضت الذهاب معه إلى الحفلة بحجة أن ليس لديها ملابس جديدة لحضور الحفلة ولا ترغب في الانحراج أمام الطبقة العليا. كان زوجها مستاء لرؤية استيائها، فهو يريد أن يراها سعيدة، وباستخدام المال الذي كان يدخره أعطى ماتيلدا النقود لشراء ملابس فاخرة. فاشترت ماتيلدا الفستان الفاخر، ولكنها ما زالت أيضا غير سعيدة لأنها لم يكن لديها المجوهرات التي من المفروض أن ترتديها على الفستان،
فاقترح عليها زوجها بأن تستعير من صديقتها السيدة فورستير أحد المجوهرات لكي تحضر الحفل. وبالفعل قامت ماتيلدا بالذهاب إلى صديقتها فورستير لتستعير منها قلادة ضخمة من الماس، وتذهب ماتيلدا إلى الحفل وتبهر الجميع، حتى إن صاحب الحفلة انبهر بها. وبعد قضاء ليلة من السعادة وبعد انتهاء الحفل، تكتشف ماتيلدا بأنها فقدت القلادة، فحاولت تعويض صديقتها بقلادة مماثلة، ولكن كان تمنها غالي جدا، فاضطرت إنها تعمل قرض لمدة 10 سنوات لكي تعوض صديقتها عن القلادة التي فقدتها. وبالفعل بعد أن فعلت القرض واستدانت من كل الأشخاص حتى تشتري قلادة مشابهة لكي تردها إلى صديقتها، وتمر الأيام وعلامات الكبر تظهر على ماتيلدا من عناء الديون، لدرجة أنهم تخلوا عن خادمتها وباع الزوجين كل ما يملكانه لسداد ديونهم التي تراكمت عليهم بسبب القلادة الملعونة. وبعد مرور 10 سنوات وبعد أن دفعت ماتيلدا الدين كله، كانت تسير في أحد الشوارع وترى ماتيلدا صديقتها فورستير بالصدفة، فقالت لها السيدة: ما بك يا ماتيلدا؟ فأجابتها وقالت لها: إن ما أمر به هو بسبب القلادة الملعونة التي استعرتها منك من 10 سنوات. وحكت لها ماتيلدا كم العناء والتعب اللي مرت به هي وزوجها خلال 10 سنوات كاملة. وهنا تشعر فورستير بالذهول، وتأخذ يد ماتيلدا وبسخرية وذهول تقول لها: أن القلادة التي استعرتيها مني لم تكن أصلية، وكانت مزيفة ومصنوعة من الماس الصناعي، وقيمتها لا يتعدى 50 فرنك. وبعد انتهاء القصة، يسعدني أن أسمع رأيكم في التعليقات، وإيه العبرة اللي خدتها من القصة. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي أتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.